اليوم حنحكي على طريقة إضافة القنوات العربية للـ XBMC والكودي. مثل ما أنتم شايفين، بفتح الـ XBMC، بنلاحظ الـ sections اللي عنا يا هون: pictures, videos, music, program, system. اللي احنا بدنا نضيف شيء اسمه live TV أو TV. نفوت على السيستم، على settings، على قسم اسمه Live TV، نحط Enter، Enable. بيعطينا خيار انه بدنا نفعل ال PVR، نعطي OK ومنفعل شيء اسمه PVR IPTV Simple Client، نحط عليه Enter، Configuration، ونتأكد انه محطوط Remote Bath. ومننزل على M3U Play، بنكبس عليه Enter. حاضف لكم اللينك على Description. مثل ما انتم شايفين، ناخد هذا اللينك، نعمل له كوبي ومنضيفه هون، منحط دن، بنكبس OK، منحط لل IPTV Enable. مثل ما بنلاحظ هون عطانا كم شانل عنا، بنحط اكس، واهم شيء بس نطلع من هون نعمل للبروجرام ريستارت، نطفي البرنامج وبنرجع بنفتحه. بنلاحظ طلع عنا شيء اسمه Live TV. نفوت على TV Channels والقنوات كلياتها موجودة، تقريبا جميع القنوات العربية. ناخذ مثال عليها. Your favorite movie stars. As you've never seen them before. Hey gang. Colin for C2. He does have the gift. This may come as a bit of a shock to you. مثل ما انتم شايفين هلا شغال الام بي سي، وبتمنى يكون الكل استفاد من هذا الدرس. Yes, father. وبتمنى انه تحطوا لي شو حابين تتعلموا، او شو القنوات اللي حابين تضيفوها على الـ XBMC لحتى اضيف لكم سورسات لهم. شكرا.